يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فكتب أحدهم ممن يحمل شهادة الدكتوراه يطالب بأن لا تكون القبور أرضا صحراوية تثير على الزوار الغبار وتحرقهم الشمس، وأن من حقوق الأموات على المسلمين أن تجعل هذه المقابر فيها خضرة. فيها خضرة. أعوذ بالله، هذا جاهل، هذا ما هي، هذا جاهل ولا أنه مضلل والعياذ بالله. ما يجعل فيها خضرة ولا يجعل فيها، لكن لو قال إنها الدك أو ترشب ماء حتى يمتنع الغبار يمكن يقبل من هذا، أما أنه يجعل فيها خضرة. نعم.